كل سنة تقريبا الجزائر تتوج، هذه هي المرة الخامسة على التوالي اللي تتوج فيها الجزائر في هذه المسابقة الدولية. كنت أتحدث مع أحد الطلبة في القميص، عندهم 4 نجوم راح يزيدوا النجمة الخامسة. الجزائر اليوم تتفوق في العديد من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والعلوم، وكما جاء في خطاب زميلي في الحكومة، هذا ما يدل على أنه اليوم جودة التعليم في الجامعة الجزائرية راهي في تحسن كبير، واليوم الطالب الجزائري راهو في مستوى يمكنه من ينافس أكبر الجامعات في العالم. مسابقة هواوي اي سي تي كومبيتيشن بالأرقام هي مسابقة حقيقة كبيرة ومذهلة، لأنه كان هناك هذه السنة 120 ألف متسابق من 74 دولة، فنجد من 120 ألف متسابق هذا العدد الكبير من الفائزين المتوجين من الجزائر، حقا هذا يبعث بالكثير من التفاؤل فيما يخص الطاقات التي يملكها اليوم شباب الجزائري والكفاءات اللي يملكها اليوم شباب الجزائري في مجال التكنولوجيا الإعلام والاتصال. طبعا احنا في الوزارة عدد كبير وعدد متزايد من كل هذه الطلبة وهذه الكفاءات اليوم يتوجه نحو المقاولاتية. السيد وزير الطاقة راهو وجه دعوة لكل هذه الكفاءات أنهم يتواصلوا مع سوناتراك وسونالغاز إلى غير ذلك، ولكن نحن في الوزارة نتمنى أنكم تكونوا مقاولين قبل أن تكونوا موظفين. أقول أنه نتمنى أنه أكبر عدد منكم إن شاء الله يتوجه نحو إنشاء شركات ناشئة. مجال المقاولاتية في الجزائر مفتوح ومتاح إليكم كلكم. اليوم نتمنى من خلال مختلف البرامج ومن خلال التعاون الكبير الذي يوجد بين قطاعنا الوزاري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نحث ونشجع أكبر عدد من طلبة على المرور نحو المقاولاتية وعلى إنشاء شركات. الجزائر اليوم لديها طموح أنها تتموقع كقطب إفريقي وجهوي في مجال التكنولوجيا، في مجال لا سيما تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ونرى أن الجزائر لديها كل الإمكانات في هذا المجال ولا سيما الإمكانات البشرية. وطبعا الحال الأبواب الوزارة مفتوحة إليكم كامل، ونتمنى لكم إن شاء الله المزيد من النجاحات في مستقبلكم إن شاء الله.